أهلا بكم في أخبار الساعة من العربية، نستعرض ونرصد معكم أبرز المستجدات في العناوين. إنقاذ ناجين قضوا أكثر من 200 ساعة تحت الأنقاض، والمتضررون أمام فصل قاس من التشرد والنزوح. محتالون يستغلون كارثة الزلزال لجمع أموال المتبرعين، وأبرز أساليبهم المحافظ الرقمية ومحافظ العملات المشفرة. على وقع معارك عنيفة شرقاً، الجيش الأوكراني يقر بتقدم الروس في دونيتسك ويؤكد أنه لن يتخلى عن باخموت. إيلون ماسك يعلن تعيين مدير جديد لتويتر بحلول نهاية العام ويحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي. صباح الخير، نبدأ مشاهدينا بفسحة أمل بين كل هذا الركام، فرغم مرور 9 أيام على الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ورغم ما قيل عن تلاشي فرص العثور على ناجين، تكاد لا تمر ساعات قليلة حتى يأتي نبأ سار من هناك بعثور فرق الإنقاذ على ناجين. 4 نجوا بعد قضاء أكثر من 200 ساعة تحت الأنقاض، بينهم إنقاذ امرأة عمرها 42 عاما في كهرمان مرعش التركية بين 222 ساعة أو بعد 222 ساعة من الزلزال. طبعا هذا حدث قبل دقائق قليلة تم العثور على هذه السيدة وإنقاذها. سبقها إنقاذ زوجين من تحت مسكنهم المدمر في هطاي التركية. وزير الداخلية التركي قبل قليل قال ما زال هناك أحياء يتم إخراجهم من تحت الأنقاض، وهذا يزيد أملنا بإخراج المزيد. Her insan bu enkaz altından çıkarılan her kişi arama kurtarma ekipleri için oldukça büyük bir umut. بعد دخول أول قافلة مساعدات أممية مشاهدينا إلى شمال سوريا عبر معبر باب السلامة الحدودي، وصلت ثاني طائرات الإغاثة السعودية إلى مطار حلب السوري، والتي تحمل على متنها مساعدات عاجلة لضحايا الزلزال، منها مواد غذائية وإيوائية وطبية متنوعة. الطائرة الإغاثية السعودية التي أعلن عنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جاءت ضمن سلسلة من الطائرات لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا بشكل عاجل. الطائرة الثانية المتجهة إلى مطار حلب والمغادرة من مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وهي تعتبر الطائرة التاسعة ضمن الجسر الجوي السعودي لدعم المتضررين جراء هذا الزلزال. أما الآن ننتقل ونواكب أيضا الطائرة العاشرة، ولكن التي سوف تتجه إلى مطار عنتاب داخل الأراضي التركية، وتحمل على متنها قرابة 90 طن من المواد الغذائية وكذلك الخيام والسلال الغذائية. طبعا لعل الطائرة مختلفة وهي من طراز بوينغ 777، سوف تحمل كما ذكرت الاحتياجات التي رفعها ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال السلال الغذائية والخيام، وكذلك أيضا بعض المحاليل الطبية، وكذلك أيضا بعض المستلزمات الطبية. ولكن لعل هذه الشحنة تحديدا وهي الشحنة العاشرة التي سوف تغادر إلى داخل الأراضي التركية سوف تكون
محملة بشكل أكبر وأكثر من المستلزمات الإيوائية وكذلك السلال الغذائية، وهي من ضمن الاحتياجات التي رفعها ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خاصة الآن بعد إنقاذ العديد من المدنيين جراء هذا الزلزال. هم الآن بلا مأوى وهم يحتاجون إلى الغذاء، يحتاجون إلى الخيام، يحتاجون أيضا إلى الحقائب المكملة بالأواني الخاصة بهم. أيضا سوف تكون وسوف ترافق هذه الشحنة عدد من مقرات المأوى الذي يتم تركيبها بشكل سريع وبشكل سهل حتى يتم أخذ أكبر مساحة وأكبر عدد ممكن من المتضررين الذين تم إنقاذهم، سواء عبر الجهات الحكومية التركية وكذلك بمساعدة فرق البحث والإنقاذ السعودي الذي غادر الأسبوع الماضي عبر وسائل ويحمل أو كان برفقته آليات وتقنيات تساعد في عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك وسائل حية تساعد أيضا على الكشف على من هم تحت الركام. ينضم إلينا من معبر التائها شمال سوريا مراسل العربية جمعة عكاش. أهلا بك معنا جمعة. إذن مع ازدياد وتيرة وصول المساعدات إلى مختلف المعابر، جمعة، هل لك أن تحصر لنا حجم هذه المساعدات؟ جمعة هل تسمعني؟ المساعدات الدولية والأممية وأدت حتى الآن إلى عموم مناطق السيطرة في سوريا 405 شاحنة مساعدات تركزت بشكل أساسي عبر باب الذي دار 150 شاحنة حتى الآن، إضافة الأكراد دخلت إلى مناطق الأرض عبر معبري عون. جمعة، يبدو أن الصوت يتقطع كثيرا بسبب الاتصال وضعف الاتصال في المنطقة التي تتواجد بها، سنعود إليك حال تمكننا. جمعة، إلى تركيا، حيث أفاد مشاهدين مراسل العربية بانتهاء عمليات البحث والإنقاذ في حي نورداغ في غازي عنتاب، كما أن إدارة الهجرة دعت لمغادرة منطقتي نورداغ وإصلاحية اللتين امتلأتا بالمخيمات. وكشفت أيضا مصادر خاصة للعربية أن الدعوة لإخلاء المنطقتين جاءت بسبب الدمار الضخم جراء الزلزال. وأفادت مصادرنا أيضا بأن السلطات التركية تعتزم هدم منطقتي نورداغ وإصلاحية بشكل كامل وهدم 200,000 وحدة سكنية بحاجة إلى هدم عاجل. في هذا الزلزال شرد وعشرات الآلاف، أكثرهم يفترشون الأرض في ظروف جوية باردة وأوضاع قاسية في ظل الضغط الكبير على مراكز الإيواء ونقص الخيم. أما بالنسبة للسوريين فالأمر أبعد من مجرد كارثة، هي قصة لجوء طويلة الأمد ومتعددة الفصول. نوبة الهزات الأرضية في سوريا وتركيا هزت معها قلوب لاجئين يفرون من ملجأ إلى آخر، عبروا الحدود ليكابدوا قسوة الحرب وقسوة كارثة طعم الفقد والبرد والنزوح من جديد. There are a large number of people that are now without homes. هناك عدد كبير من الأشخاص الذين ليس لديهم منازل، لقد واجهوا 12 عاماً من الأزمة والآن حل الدمار عليهم مجدداً. مجلس مدينة حلب قال إن أكثر من 150 ألف شخص غادروا منازلهم في محافظة حلب، ونحو 13 ألف عائلة تتوزع في 235 مركز إيواء.
والله يعني المصاب جلال وشوفت عينه. العالم عم تسعى ليل نهار، بدنا نتعاون ما بنعرف وين. احنا هلق ما بدنا غير بس هم اكل وشرب، اكثر من هيك ما في شيء. خيمه ايوانا بها الحمد لله. فيما اكدت منظمه منسقو استجابه سوريا انهم يواجهون عجزا هائلا في عمليات الاستجابه الانسانيه، وان مراكز الايواء غير كافيه لاستيعاب النازحين وتامين احتياجاتهم. مشردون بين جوانح طقس قاس وشح في المساعدات، وصل عددهم إلى أكثر من 780,000 كحصيلة غير نهائية. في ظل تحديات إيواء المتضررين، تحولت القطارات في مدينة عثمان التركية إلى مأوى للنازحين. معنا من عمان المتحدث باسم اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد الحواري. أهلا بك معنا سيد محمد. الكوارث في سوريا تتداخل، يعني هذه كارثة تواجهها تركيا وسوريا، ولكن نتحدث قليلا وبداية عن سوريا، فالكوارث هناك تتداخل، يعني الذين هربوا ونزحوا من الحرب يواجهون الآن التشرد والضرر من هذا الزلزال، كيف سيتم التعامل معهم؟ أين سيتم إيواءهم؟ خصوصا أنهم تركوا بلادهم لينزحوا إلى تركيا، والآن واجهوا هذا الزلزال وأضرار هذا الزلزال. هو أنت ذكرتي سابقا معلومة جدا مهمة، أن هذا الشعب أو هذه المنطقة، الناس الذين يسكنون فيها تعرضوا للنزوح أكثر من مرة. تعرضوا إلى النزوح واللجوء ما يقارب 5 مرات في عقد من الزمان. يعني عندما تصنف هذه الأزمة الحالية، هذا الزلزال، بأنه الأسوأ منذ 100 عام، هو حقيقة كذلك، لأن هم المنازل الذين كانوا فيها أو لنسميها أماكن الإيواء التي كانوا يتواجدون فيها أثناء الزلزال، هي ليست بوطنهم الدائم وليست هي بمسكنهم الدائم، وللأسف حدث ما حدث وتدمروا. لذلك اليوم نحن نولي أهمية كبرى إلى إصلاح المراكز الإيواء المركزية بمحاولة إيصال المياه الصالحة للشرب كمسؤولية علينا نحن كيونيسف، والتأكد من سلامة المنطقة من عدم انتشار أي نوع من أنواع الأوبئة، والحفاظ على المواد الغذائية الأساسية لهم. أما أين سيسكنون، المساعدات الدولية والمشاركة الموجودة من جميع دول العالم هي في الحقيقة تدفئ القلب قليلا، بالرغم من حجم المأساة، إلا أن هناك أصبح في بدائل مؤقتة حتى يتم إيجاد حلول مركزية. يعني إذا تحدثنا عن المباني المركزية في داخل المدن أو المراكز المجتمعية، نسبة الدمار فيها طال أكثر من 500 مدرسة على سبيل المثال، أو المراكز المجتمعية التي هم شركائنا يوجد من بعض مراكزها ما تضرر. نحن نعمل على الأرض مباشرة مع أكثر من 17 شريك مباشر، هم يقومون بإيصال المساعدات للمحتاجين مباشرة، مع التقييم الأخير بقرابة 7 مليون طفل ما بين تركيا وسوريا، إن في الداخل السوري ما يزيد على 2,400,000. لكن هو ليس فقط الأطفال المتضررين، بل أيضا أهاليهم الذين هم يرعوهم، لذلك يجب مراعاة ودعم جميع سلسلة العائلة. نعم. طيب السيد محمد، يعني هؤلاء المتضررين والمشردين إثر هذا الزلزال من غير الجنسية التركية، وأنا أتحدث عن السوريين، ما إن لم يحدث أي حل سريع لهم ولتواجدهم في تركيا، هناك أنباء تتحدث عن ربما إعادتهم إلى سوريا، يعني في سوريا ليس لديهم منزل أو إيواء أو شيء يعودون له حتى الآن. نحن كمنظمة عمل إنساني بكل تأكيد نناصر كل قرار من شأنه تحسين أوضاعهم وليس عودتهم إلى مكانهم فروا به من الأصل. وكما تفضلت أن البنية التحتية قد لا تكون
بل هي غير موجودة لاستضافتهم أو عودتهم إليها. لذلك يجب إيجاد حل ومشاركة دولية من دول العالم لذلك. لكن هناك منظمات متخصصة مثل منظمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأيضا منظمة الهجرة الدولية هي من تقوم بمناصرة ومساندة هذا القرار. ونحن حريصون جدا بأن لا يتم المساس بحقوق الأطفال تحديدا في هذه المرحلة. نعم بلا شك سيد محمد، ولكن المنظمات الدولية والمجتمع الدولي خذلوا الشعب السوري في عدة مرات، وخذلوهم أيضا في هذا الزلزال وهذه الكارثة بعدم إرسال المساعدات والمعدات التي يطالبون بها منذ اليوم الأول من الكارثة. أتفهم حقيقة هذا المطلب، ونحن مثلكم يعني ننظر إليه بمنظور أنه يجب أن يتم المساعدة والمستجابة فورا، لكن يجب أن نوجه كل مساءلة لكل جهة مسؤولة عنها. نحن كمنظمة يونيسف، كمنظمة عمل إنساني متخصصة في عمل الطفولة، كنا متواجدين من اليوم الأول، بل كان لدينا مستودعات فيها من المواد الغذائية والإغاثية، ما قدمناه جميعه صح أنه غير كافي لأن الاحتياج كان أضخم بكثير مما هو متوفر، لكن قدمنا كل ما لدينا، بل سحبنا كل ما موجوداتنا في المستودعات الأخرى الدولية الخاصة بحالات الطوارئ وقدمناها، بل استطعنا توفير فريق خدمة نفسية مباشرة على الأرض من ثاني يوم من هذا المصاب. لكن القرارات السياسية التي تسألين عنها هي يجب أن توجه مباشرة لأصحاب السياسة، لماذا هذا الصراع ما زال موجودا؟ هذا سؤال من الأصل. هؤلاء الأطفال هذا سؤال سيد محمد لا إجابة له حتى الآن. شكرا لك من عمان المتحدث باسم اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد الحواري. الناجون من الزلزال في تركيا وفي سوريا معرضون لتهديد خطر نفسي بعيد المدى ومتعدد الأعراض، وهو ما يستوجب التدخل العاجل. صدمات ما بعد الزلزال نتابعها. صدمات ما بعد الزلزال. الناجون معرضون لاضطراب شدة الصدمة الحادة. 5 إلى 10% ممن تعرضوا لزلزال يصابون بهذا الاضطراب. أعراضه التوتر والخوف والرعب، الذكريات المؤلمة أيضا والاكتئاب. التدخل النفسي السريع يخفف الأعراض، لكن استمرار الصدمة يسبب أمراضا عدوية أبرزها ارتفاع ضغط الدم، السكري وجلطات القلب. الناجون بحاجة إلى دعم نفسي عاجل. مستمرين معكم ولكن بعد الفاصل ونتابع. في الزلزال ضحايا رحلوا تحت الأنقاض وطفت ذكرياتهم فوق الركام. أحييكم من جديد مشاهدينا. في الزلزال والكارثة التي وقعت في سوريا وتركيا، أبشع سيناريوهات الزلزال ليس الكارثة فحسب، بل ما حذر منه خبراء أمنيون حول من يستغلون هذه الزلازل في تركيا وسوريا لمحاولة خداع من يرغبون في التبرع للضحايا، حيث تحققوا من بعض الطرق التي يستخدمها المحتلون على وسائل التواصل الاجتماعي ليستعطفوا المتابعين، ثم يحولون الأموال لحساباتهم الشخصية على تطبيق المحافظ الرقمية المعروف PayPal والمحافظ المشفرة بدلا من المؤسسات الخيرية الحقيقية. إذ يمكن لصانع المحتوى على بث تيك توك على سبيل المثال أن يجني الأموال من خلال تلقي الهدايا الرقمية بعد إبراز صورة أو لقطات متكررة للدمار وجهود الإنقاذ من تركيا وسوريا، ثم طلب التبرعات. فبعض المحتالين لجأوا لاستخدام عبارات مثل فلنساعد تركيا ولنصلي من أجل تركيا وتبرعوا لضحايا الزلزال، ويرفقونها بصور أعدوها على برامج الذكاء الاصطناعي ميد جيرني. كما أن الخبراء الأمنيين أكدوا أن إحدى الصور المستخدمة في جلب التبرعات لم تكن صور ملتقطة خلال الزلزال، وإنما نشرت على موقع تويتر في عام 2018 مرفقة بجملة توضيحية تقول أوقفوا الإبادة الجماعية في عفرين.
من دبي ينضم إلينا أنس المرعي المتخصص في الشؤون المعلوماتية والتقنية. أهلا بك معنا سيد أنس. إذن طرق ووسائل عدة للاحتيال ونهب أموال التبرعات، ما هي أبرز هذه الطرق والوسائل التي رصدتموها سيد أنس؟ أهلا بك فاطمة وبجميع المشاهدين. اسمحي لي بداية أترحم على أرواح جميع المفقودين في زلزال سوريا وتركيا. بصراحة طرق الاحتيال لا منتهي، هناك الكثير والكثير والآلاف من طرق الاحتيال. خلينا نركز على الشيء اللي حضرتك ذكرتي في المقدمة، فباي بال والسوشيال ميديا وخصوصا تيك توك هي واحدة من أكثر المنصات للسرقة اللي عم بتصير في حملة التبرعات. خلينا نعرض أكثر من جانب لحتى خلينا نوعي الناس في طرق هالاحتيال وكيف نتجنبها. تفضل. أول شيء الله يزيد فضلك، شكرا. أول شيء البيتكوين، يعني أنا خلينا نقول وعي المتبرع هو أهم شيء، أهم شيء في هاي العملية. أنا كشخص اليوم بدي أحط، يعني بدي أفكر بالناس اللي عم بتبرع لها، ناس منكوبة أكيد، خصوصا في سوريا. خلينا نقول هم أبعد ما يمكن عن عالم البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام، وبالتالي أي شخص بيطلب مني أن أتبرع بالعملات المشفرة هذا فورا بحطه في القائمة السوداء. بالنسبة لتيك توك وغيره من منصات السوشيال ميديا، الوعي مطلوب. يعني ليش أنا أتبرع على شخص يستجديني على تيك توك؟ ليش ما أنظر للدولة اللي أنا مقيم فيها وبالتالي أتبرع للجهات الرسمية في هاي الدولة؟ فمثلا نحن في دول الخليج العربي موضوع التبرع مقنن بشكل مضبوط، شبه يكون يعني مثالي 100%. التبرع له قوانين وهناك جمعيات معروفة في كل دولة، فمثلا على سبيل المثال الهلال الأحمر السعودي، الإماراتي، الكويتي، البحريني، القطري، وأيضا جهات حكومية متخصصة ومختصة في جمع التبرعات. نعم. سيد أنس، يعني أنت تركز كثيرا على وعي المتبرع، ولكن يعني ما أنت حدثنا عن بايبال، يعني بايبال الجهة المفترض أنها آمنة ورسمية ومعتمدة، فكيف نفرق بين المواقع الرسمية والمواقع المزورة؟ تمام. النقطة الأولى هي خلينا نروح بنقطتين بعجالة، النقطة الأولى اللي هي المواقع الإلكترونية والنقطة الثانية اللي هي السوشيال ميديا. خلينا نبدأ بالمواقع الإلكترونية. الموقع الإلكتروني هنالك موقع عالمي مجاني من جمعية الإنترنت العالمية اسمه archive.org. أي موقع بضعه داخل archive.org بيعطيني تاريخ إنشاء الموقع الإلكتروني والتعديلات التي طرأت على كل صفحة وكل قسم في هذا الموقع، وبالتالي إذا الموقع أنشئ خلال أسبوعين رح أضع عليه علامة استفهام كبيرة بأنه هذا موقع غير قانوني. خلينا نقول الموقع لازم يكون .org على الأغلب. نعم، الهلال الأحمر الإماراتي مثلا emiratesrc.ae لا ينتهي ب.org، ولكنه جهة رسمية معروفة ومعتمدة من الدولة، فالأغلب .org، لكن هناك بعض المواقع القليلة. فمثلا على سبيل المثال أيضا whitehelmets.org هو واحد من المواقع الموثوق فيها. هذا بالنسبة للمواقع. نروح على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اليوم فيسبوك وإنستغرام أنشأت، أو ميتا أنشأت شيء اسمه مركز الشفافية أو قسم الشفافية. اليوم إذا بتدخلي على أي صفحة في إنستغرام أو فيسبوك هنالك قسم بيكون تحت في الصفحة على اليسار، عم بحكي عن صفحة، يعني صفحة رسمية وليس بروفايل شخصي وليس حساب شخصي. حساب شخصي هذا يعني خلينا نقول مفروغ منه إكس، لابد من تجنب الحسابات الشخصية نهائيا والإبلاغ عنها. نعم. كذلك سيد أنس. نعم نعم نعم. نرجع للحسابات الصفحات، في قسم فيها تحت بالإنجليزي بيكون مكتوب transparency section، وباللغة العربية بيكون مكتوب قسم الشفافية. في هذا القسم فاطمة
بيعطينا تاريخ إنشاء الصفحة والتغييرات التي طرأت على اسم هاي الصفحة، وبالتالي أنا عندي القدرة على معرفة إذا كانت هاي الصفحة جديدة هنالك علامة استفهام كبيرة وممكن يكونوا محتالين، لكن إذا الصفحة كانت قديمة والاسم ما تغير أو كان التغيير يعني مثلا منظمة، خلينا نقول منظمة الناجين، أوكي، منظمة الناجين العالمي، يعني ما صار اختلاف كان سوبر ماركت أو كان باسم شركة أو كان باسم غريب وتحول لمؤسسة خيرية خلال فترة سريعة، هذا واحدة من أهم الأشياء. طيب إذن يعني كل هذه السبل توضح أن بالفعل المسؤولية تقع على عاتق المستخدم أو المتبرع. طيب هل من طريقة لربما يعني تتبع هذه، تتبع المحتالين، تتبع المواقع التي تكون مزورة؟ شوفي، بنرجع بعجالي .org مهم جدا، المواقع المعتمدة داخل كل دولة. في المحتالين أحيانا بيرسلوا بالإيميل أو الموقع بيكون في إضافات على الموقع، فمثلا الهلال الأحمر الدولي بيروحوا بيكتبوا كلمة جديدة في الموقع، هنالك إضافات في الموقع، لكن ما في يعني طريقة سهلة جدا لكشف هذا المحتال. لازم كل النقاط اللي ذكرناها لازم نمشي فيها نقطة نقطة. ممكن ينكشف معنى المحتال من أول نقطة، من مركز الشفافية أو من الأركايف.org أو من أنه هذا الموقع جديد كثير. طريقة التبرع أيضا، يعني هون بعطي ممكن شارك نقطة، ممكن أنا أتبرع بدولار، يعني مؤسسة أنا حاسس أنها 100% أو 99% حاسس بأنها مؤسسة حقيقية، بتبرع بريال، بدرهم، بدينار، بدولار واحد، بيجيني رسالة نصية. الرسالة النصية بيكون عاطيني اسم الشركة اللي أنا تبرعت لها قانونيا. هون أنا بكتشف وين هاي المؤسسة واسمها الرسمي. بالنسبة لبيبال، نرجع للموضوع الأول اللي طرحتيه سريعا لو سمحت، بيبال يسمح للمستخدمين الجدد بقبض فلوسهم بعد 21 يوم عمل، ويسمح للمؤسسات اللي موجودة أوتوماتيك، يعني الموجودة عنده منذ زمن، بثلاث إلى خمس أيام. فإذا تبرعتم بمبلغ واكتشفتوا أنه هذا المبلغ اللي تبرعتم فيه لمؤسسة طلعت محتالة، فيكم تتواصلوا مع بيبال وخلال ثلاث إلى خمس أيام يتم استرداد المبلغ. ونشير أيضا يتم استرداد سيد أنس أن بيبال لا يستخدم ولا يعمل في تركيا منذ 2016، وهذه نقطة مهمة للانتباه لها. شكرا لك من دبي أنس المرعي، المتخصص في الشؤون المعلوماتية والتقنية. مشاهدين، تحاول تركيا وجارتها أو جارتها سوريا العودة إلى الحياة الطبيعية بعد الزلزال الذي ترك أجزاء كبيرة من مدنها في حالة نكبة، لكن يبدو أن الدولتين قد تواجهان كارثة أخرى تتجاوز أضرارها خسائر الزلزال، وتتمثل في أزمة صحية كبرى حذرت منها منظمة الصحة العالمية، خاصة وأن عدد المتضررين قد يتجاوز 23 مليون شخص، بينهم 5 ملايين في وضع هش، لأن المخيمات تعاني من نقص المواد الأساسية والمواد الطبية، وتعاني أيضا من نقص مستحضرات الوقاية من الميكروبات، وتنتشر فيها المخلفات. ففي سوريا ظهر وباء الكوليرا مجددا، وبينما تحاول تركيا وسوريا التقاط أنفاسهما، برزت قضية المفقودين، والسؤال ذاته يتردد في أذهان الناجين: أين بقية عائلتنا؟ جيبولي جاكيت، لبسه في السيارة المسكرة فيها جاكيت يا جماعة، جاكيت. أيوة، حرام معك، حرام. شو معنى هون؟ جماعة مين معه حرام أو لحشة؟ في حدا في معه أي أكل؟ بوت ولادي، بنطلون ولادي معنا؟ عطوني ومع توالي الأيام بعد الزلزال تطفو على سطح الركام قصص وذكريات لمن قضوا تحتها، صور وأغراض وثقت حياتهم وتحولت إلى ذكرى للناجين من الكارثة. موفد العربية يرصد المشهد في قهرمان مرعش. توقفت العاصفة في هذا الموقع في كهرمان شاه، ذهب رجال الإنقاذ ورجال الإسعاف والمتسمرين لأيام طويلة في هذا الموقع، إلا أن شيئا بقي على هذا الكرسي.
ذكريات ولحظات سعيدة لأسرة مكونة من 6 أشخاص قضت في هذا الموقع. لم ينجو منهم أحد، ولكن ذكرياتهم بقت للمارة الذين يسلكون هذا الطريق، يتسمرون أمام الصور، أمام الذكريات، وأمام لحظات وثقوها بأنفسهم وضعت في هذا الموقع. جميعها استخرجت إلا هم، خرجوا إلى المقابر الجماعية. أشاهد بعض الصور التي تداولوها فيما بينهم. يبدو أن هذه الأسرة كانت تعمل في التجارة، حتى كتب أحدهم لأحد آخر: اللهم احفظ هذه التجارة المركزية. لكن تجارتهم انتهت، وبقيت ذكرياتهم في هذا الموقع في كهرمان مرش. عبد المحسن الحربي، لقناتي العربية والحدث، كهرمان مرش. نستذكر معكم مشاهدينا كيف أن فرق الإنقاذ تمكنت قبل قليل من إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 42 عاما في كهرمان مرعش، أمضت 222 ساعة تحت الأنقاض، وفي ظل إنقاذ نحو 5 أشخاص بعد مرور أكثر من 200 ساعة تحت الأنقاض. قال وزير الداخلية التركي: ما زال هناك أحياء يتم إخراجهم من تحت الأنقاض، وهذا يزيد الأمل بإخراج المزيد. معنا من منطقة إصلاحية في غازي عنتاب زيدان زنكلو، مراسل العربية. أهلا بك معنا زيدان. في ظل هذه التصريحات وفي ظل المزيد من الأمل بوجود المزيد من الأحياء، انقل لنا الصورة لديك. نعم فاطمة، نحن نتواجد في أحد المخيمات في مدينة إصلاحية، هذه المدينة المنكوبة بكل ما لهذه الكلمة من معنى. في كل خيمة هناك قصة وهناك حكاية، هناك شهادات عن الزلزال، وهناك مفقودين لم يعودوا موجودين مع عائلاتهم. أنا في هذه المنطقة قبل قليل وصلت والتقيت بأم أحمد، وهي لاجئة سورية كانت تقيم في إصلاحية، تهدم منزلها وفقدت 3 من أبنائها مع الأسف. سأحاول أن ألتقي بها وأجري معها هذه المقابلة لنستمع إلى شهادتها وما جرى معهم أثناء الزلزال. أول شيء أحمد، البقية بحياتكم، أنا حاب تحكي لي وقت اللي صار الزلزال أنت وين كنتي وشو اللي صار معكم؟ أنا كان وقتها برد وتلج، كنت عم بكب سطل الصوبة أنا وجارتي الله يرحمه. اي من اتلي صارت اول هزه، جيت بدي اطلع على الدرج، قامت اجت هزه القويه شلفتني من عرس الدرج، من حرف الدرج. اي قام بعدين ما حسنت اطلع، هون انطبق الباب، باب الدار. قام بعدين ما في خلال دقيقه مشت للبنايه كلها تقلبت فوق، اولادي الاربعه وهذا معه، هذا ضل يومين تحت الانقاذ لطالعنا، وبنتي عمرها 4 سنين تصيح يا ماما ما حدا يحسين طالع. ومين هن اولادك اللي ماتوا؟ بنتين وصبي؟ بنتين وصبي، البنت عمرها 17 سنه وبنت عمرها 4 سنين والصبي عمره 12 سنه. طب ما كان في فرق انقاذ تجي تساعدكم او تحاول تطالع اولادك من تحت الانقاض؟ هاك الوقت قطعت الكهرباء والدنيا ثلج والشاطر ملتهي بعيلته. ما اجوا لبعد يومين. كانت بنتي خالصه، البنت الصغيره فطست جرح ما فيها. بس هدوكي قلب الجسر على ظهرهم وعلى راسه الصبي، خلصوا على الحرك، ماتوا وقتها. الله يرحمهم جميعا ويصبركم. خبرتيني انه دفنتوهم بسوريا. ايه الله يجزيه الخير يا رب، عامر اليونس. ايه كثير ساعدني، ما وقف معي من الاول لاخر لحظه. هلا راح سافر عند عيلته الله ييسر له. زوجك اللي موجود، قلتي لي زوجك كان موجود بسوريا قبل الزلزال مو هيك؟ جوزي راح سوريا قبل الزلزال ب7 ايام. إيه راح بده يعزي امه، ماتت اخته عمرها 22 سنه، اجت سكته قلبيه. قام بعدين الحمد لله رب العالمين، اجا شغلت اولاده، راح قبر اولاده، انا وصلت لهم لباب الهواء انا وعامر اليونس. وصلنا له لباب الهواء، اخذوهم مني اهلي واهله. قبرون هونيك. انا ما ردت اقبرون هون، ما بعرف هيك. زوجك هلا وين؟ ما بعرف، هو بإدلب، قالوا لي انه سوى حادث بس ما بعرف شيء عنه. بعد ما دفن الاولاد؟ ايه، ما حدا خبرني شيء عنه. قاعدين انا وهالصبي هون في هالخيمه وعم ننتظر فرج الله.
الله يخلي لك يا ويا رب يعني يكون سند لك وسند لزوجك ان شاء الله يا رب تلتقوا عن جديد وان شاء الله يعني مثل ما بيقولوا يعني ما في كلمات توصف المأساة ان شاء الله يا رب اخر المصايب ويكون ابنك هو قرة عين لك ويكون سند لك ولابوه وان شاء الله قريبا تلتقي مع زوجك ان شاء الله. شكرا كثير لك كنت معنا على قناة العربية. شكرا لحضرتك كثير. نعم فاطمة كما تابعتي وكما سمعتي هذه القصة الحزينة جدا هنا في أحلى الخيام في مدينة إصلاحية هي إحدى من مئات أو قصة من مئات القصص المأساوية التي خلفها هذا الزلزال المدمر هنا في إصلاحية وفي غازي عنتاب وفي 9 ولايات أخرى ضربها هذا الزلزال. فاطمة نعم شكرا لك من منطقة إصلاحية في غازي عنتاب زيدان زينكلو وشكرا لضيوفك الكرام رحم الله موتاهم وكان الله في عونهم. نشرتنا مستمرة ونتابع فيها المنطاد الصيني للتجسس أم انحرف عن مساره بسبب الطقس؟ واشنطن تغير الاحتمالات. إنقاذ ناجين قضوا أكثر من 200 ساعة تحت الأنقاض والمتضررون أمام فصل قاس من التشرد والنزوح. محتالون يستغلون كارثة الزلزال لجمع أموال المتبرعين وأبرز أساليبهم المحافظ الرقمية ومحافظ العملات المشفرة. على وقع معارك عنيفة شرقا الجيش الأوكراني يقر بتقدم الروس في دونيتسك ويؤكد أنه لن يتخلى عن باخموت. إيلون ماسك يعلن تعيين مدير جديد لتويتر بحلول نهاية العام ويحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي. حياكم الله من جديد. وعلى وقع معارك محتدمة شرق أوكرانيا أقرت القوات الأوكرانية بتقدم الجيش الروسي في دونيتسك وقال دينيس بوشيلين القائم بأعمال الرئاسة في جمهورية دونيتسك المعترف بها من قبل روسيا قال إن الجيش الأوكراني لن يتخلى عن باخموت بسهولة ومن دون قتال مضيفا أن القتال العنيف يدور في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة أوغليدار وأن هناك نجاحات وتقدم للجيش الروسي في مقاطعة دونيتسك وفي محور ليمان كومبيانسك التي شهدت عودة القوات الروسية إليها عقب الانسحاب منها في وقت سابق. هذا وأعلنت مشاهدينا وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته اليوم عن تراجع القوات العسكرية الأوكرانية لمسافة 3 كيلومترات في منطقة لوغانسك مشيرة إلى أن خط الدفاع الثاني وهو الأكثر تحصينا للأوكرانيين لم يستطع صد هجوم العسكريين. الدفاع الروسية أشارت أيضا إلى أن الأوكرانيين هربوا من مواقعهم تاركين ممتلكات عسكرية وجثث القتلى بالإضافة إلى الألغام التي غطت بها القوات الأوكرانية المنطقة آليا أثناء تراجعها. ينضم إلينا من دونيتسك مراسل العربية رائد الأغبر. أهلا بك معنا رائد. ما آخر تطورات المعارك على الأرض خصوصا وأن الجانب الروسي يقر بتراجع الأوكران 3 كيلومترات؟ نهاركم طيب فاطمة. بالفعل هناك انخفاض بوتيرة القصف الأوكراني على مناطق المدنيين هنا في مقاطعة دونيتسك حيث أعلن المصدر المحلي هنا بأن أقل من 100 قذيفة وصاروخ سقطت على مناطق مختلفة من المقاطعة وخلفت 5 إصابات دون ضحايا. هذه إشارات فاطمة لتقدم الجيش الروسي وسيطرته على محور المعارك لأن القصف عندما يكون عنيف هذا يعني بأن الجيش الأوكراني يتقدم وعندما تنخفض وتيرة أعداد القذائف والصواريخ التي تسقط عند المدنيين هنا هذا يعني أن الجيش الروسي بالفعل يتقدم ويتقدم بمحاور عديدة. المحور الأهم وهو باخموت كالعادة ربما ليست هناك أي تطورات كبيرة لكن هناك سيطرة للجيش الروسي على إحدى البلدات كراسنيغرا منذ عدة أيام وإكمال تطويق بلدة مجاورة لها وهي باراسكيفكا
بلدة براسكيفسكا المجاورة لكراسنيغارا واللتان تقبعان بالمحور الشمالي من مدينة باخموت، يحاول الجيش الروسي أو قوات فاغنر تحديدا إكمال الطوق، أي شكل دائرة كاملة على القوات الأوكرانية، وذلك بقطع الطرق التي تمد الجيش الأوكراني بالأسلحة والذخيرة من الناحية الغربية، طريقين وهما شاسوفيار وكستانتينوفكا. بالفعل تقول القوات الأوكرانية نفسها وكييف تقول بأن الجيش الأوكراني بالفعل يقصف هذه الطرق السريعة التي تؤمن الإمدادات الغذائية والعسكرية والبشرية للجيش الأوكراني. واضح. ربما تطول مدة يعني السيطرة أو الدخول إلى مدينة باخموت حسب ما قال مؤسس يعني مقاتلي فاغنر، بأن الحرب عموما أو إكمال السيطرة على مقاطعة دونيتسك وأكملها تحتاج لأكثر من عام ونصف، كما أن يعني السلطات المحلية هنا تؤكد بأن معارك ضارية تدور في جنوب المقاطعة أي حول مدينة أوغلادار. وأيضا تقارير أوروبية تتحدث يعني رائد عن أن الجانب الأوكراني يستنفذ الذخيرة أسرع مما يمكن توفيرها له. شكرا لك من دونيتسك مراسل العربية رائد الأغبر. البنتاغون الأمريكي أعلن عن إبرام عقود تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار لشراء قذائف مدفعية لدعم أوكرانيا، على أن تتسلم وزارة الدفاع الأمريكية أولى الدفعات اعتبارا من مارس المقبل. جاء ذلك في وقت تتزايد المخاوف بشأن نفاد مخزونات الأسلحة والذخيرة في الدول الغربية بعد استخدام المخزونات الأمريكية الخاصة في دعم أوكرانيا. من جانبها مشاهدينا، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الإنتاج الصناعي العسكري الروسي لا يفي بمتطلبات تزويد العملية العسكرية في أوكرانيا بالموارد، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يدرك كبار القادة الروس أن الإنتاج الصناعي العسكري للدولة أصبح نقطة ضعف خطيرة. أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أنه سيعين شخصا مناسبا لإدارة تويتر بحلول نهاية العام الحالي لتصبح في وضع مستقر ولها خارطة طريق واضحة. أعتقد أنني بحاجة إلى تحقيق الاستقرار في تويتر والتأكد من أن موقف المنصة المالية صحيح ولها خريطة طريق واضحة. ربما بحلول نهاية العام سيكون هناك شخص مناسب يدير الشركة التي يجب أن تصبح في وضع مستقر هذا العام. قال إيلون ماسك أيضا مشاهدينا، وهو الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، قال إن الذكاء الاصطناعي سيكون أمرا مقلقا على المدى القريب، خاصة وأن العالم لا يولي اهتماما كبيرا لدرجات أمان الذكاء الاصطناعي والإشراف الرقابي عليه. من الصعب التوقع بشأن التطور التكنولوجي بشكل دقيق خلال 10 أعوام بسبب التطورات المتسارعة. هناك تحول تجاه الطاقة المستدامة مع طاقة الرياح والبطاريات والشمس والسيارات الكهربائية. أيضا القاعدة الصناعية لاقتصادات الوقود الأحفوري. أعتقد أن إمكانية استبدال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية قد يستغرق 20 عاما، والأمر بشكل عام ربما يحتاج من 30 إلى 40 عاما. على المدى القريب الذكاء الاصطناعي سيكون أمرا مقلقا، خاصة وأن العالم لا يولي اهتماما كبيرا بدرجات أمان الذكاء الاصطناعي والإشراف الرقابي عليه. وفي آخر فصول الجدل حول المنطاد الصيني، أوضح مسؤولون أمريكيون لصحيفة واشنطن بوست أن بلادهم تدرس احتمالية أن يكون المنطاد الذي فاقم التوتر بين واشنطن وبكين كان قد بالفعل خرج عن مساره بسبب الطقس ليس إلا. ووفق المسؤولين فإن المخابرات الأمريكية كانت تتعقب بالون التجسس الذي أسقط في وقت سابق من هذا الشهر منذ انطلاقه من الساحل الجنوبي للصين، لكنه انجرف لاحقا إلى الشرق في اتجاه جزيرتي غوام وهاواي، ثم اتجه شمالا إلى ألاسكا ودخل المجال الجوي الأمريكي في 28 يناير.
الأخير. ونظرا للمسار الذي سلكه المنطاد بحسب الواشنطن بوست، فمن المحتمل أن يكون قد تغير طريقه وانفجر بسبب الأحوال الجوية، ولم يكن من المفترض أن يجتاز البر الرئيسي الأمريكي. إلى أفغانستان، الحروب المستمرة والأوضاع الاقتصادية الصعبة لحقت أضراراً بكل المؤسسات سواء كانت تعليمية أو مهنية، ولم ترحم حتى المكفوفين ومؤسساتهم التربوية. مراسل العربية يزور المدرسة الثانوية المهنية للمكفوفين في كابول. أحمد صميم طالب كفيف في أكبر مدرسة خاصة للمكفوفين في كابول، يجلس في هذا الفصل مع شقيق له كفيف أيضا، يواصلان الدراسة رغم وفاة والدهم ومعيلهم الوحيد، ويأملان في مستقبل أفضل. زرت كثيرا من الأطباء والمشافي في الداخل، والجميع قالوا لي اذهب خارج البلاد للعلاج إلى باكستان أو أي بلد آخر. خالد هو أيضا من الطلاب المكفوفين، يشكو كبقية زملائه صعوبة الحياة في مدينة تخلو من أي تسهيلات خاصة بذوي الإعاقات البصرية، يطلب على الأقل دعما له ولزملائه لمواجهة تحديات عمليتهم التعليمية. نواجه مشاكل في توفير الكتب الدراسية وكذلك في آلات برايلر التي لا توجد في المدرسة إلا قليلا، ويعترف بذلك مدير المدرسة والأساتذة. رئاسة التعليم المهني والتقني، وهي الجهة المسؤولة عن المدرسة، تعترف بأن الأنظمة السابقة لم تقدم أي خدمات تعليمية مناسبة لذوي الإعاقات البصرية. إن شاء الله في المستقبل القريب سوف نقوم بتأمين المعدات والأجهزة التي تحتاجها هذه المدرسة. طلاب مدرسة المكفوفين يتعلمون مهنا مختلفة، بالإضافة إلى تعلم منهج وزارة التعليم والتربية عبر آلة برايلر. على الرغم من أن المدرسة الثانوية المهنية للمكفوفين تعتبر مركزا دافئا لهم، فإنها لا تزال تواجه مشاكل كثيرة، ولم يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لهذه المدرسة حتى من قبل المؤسسات المسؤولة. عبد الناظر، العربية، كابول. وما تزال قصص الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا تحكي الكثير عن المعاناة الإنسانية، لكن بينها قصص تبعث الأمل رغم الألم. ففي بلدة جنديرس شمال سوريا قام رجل برمي ابنه الوحيد من نافذة الطابق الرابع أملا في نجاته، وفعلا نجا، لكن الوالد وزوجته لم يحظيا بفرصة رؤية ابنهما مرة أخرى. نتابع. يقف على أطلال البيت الذي كان يأويه قبل أيام. محمود لا يدري ما الذي جرى له، متى وكيف وأين هو الآن. في حضن جده يستمع لقصة ليست من نسج الخيال، بل هي قصة نجاته من هول الزلزال. والله يعني موقف مرعب لدرجة. هو ساكنين الطابق الرابع، إنه هي عم تنهد البناية زادته، والله أخذ أمانته. والحمد لله يعني جاء صابة خفيفة براسه، والحمد لله، وأهله الله يرحمهم راحوا. محل الكوم الردم هي بيت فوق الطابق الرابع. حكاية نجاة محمود تناقلتها الألسن، وإيثار والده حياة ابنه على حياته حول مجرى الحديث عن الكارثة إلى معان سامية. فخلال ثواني الزلزال المعدودة صب تفكير الأب على إنقاذ ابنه فيما لم يتمكن هو وزوجته من النجاة. اجيت شو بدي اقول لك، يعني قالوا لي الطفل بس انه بخير، إيه انه هي صبرتني شوي. والله لقوه هون بين هالبنايات هاد لون، مع انه كله ردم ومهبط، ولقوه هون. اوقيت بيقعد بيحكي لنا، بقول لنا انا طرت هيك واجيت بالارض. اوقيت ما بيرضى بيحكي شيء، مصدوم يعني. تم هذا الحكي بس من يومين لحتى حكى. سنوات عمره الأربع لم تحجب عنه أهوال ما عاشه. قد لا يعي محمود الآن معنى نجاته، وهذا المكان الذي لجأت إليه عائلته جراء الحرب السورية لم يعد له معنى الآن. لكن هذا الركام الذي أنهى حياة والديه والآلاف قد يذكر العالم بالمهجرين المنسيين ممن بقوا على قيد الحياة كحال محمود.
عبد القادر خربوش، العربية. للعناوين: إنقاذ ناجين قضوا أكثر من 200 ساعة تحت الأنقاض، والمتضررون أمام فصل قاس من التشرد والنزوح. دمتم بخير.